يقول مين اللي مربطك هيك؟ حرامي؟ لكن مين؟ ما عم بفهم عليك. أخ في عارف مين اللي مربطك على الكرسي؟ لك أمك ربطتني حبيبتي. أمي ليه؟ ماشي عم تلعب بينجو. أمي بتلعب بينجو يا إبراهيم؟ حياتك خسرت اليوم 1500 ليرة. انت بدك تبطل تشنع على امي ولا شو؟ لك انا عم شنع على امك؟ ليش بزمانها ما كانت تلعب سباق؟ لك امي بتلعب سباق؟ ايه بتلعب سباق، بس ما انت كنت صغيره ما بتفهمي، وحياتك انت امك باعت اللي فوقها واللي تحتها حتى تلعب بالسباق، كل عمرها تلعب على فلتين يجيك احيان. تلعب على فلتين يجيك احيان. وانت كيف عرفت بالقصه؟ فكيني بقول لك. شو عم تعمل؟ اوعى تفكي حتى ما يهرب. هلا انا في اعرف شو اللي صاير بغيابي؟ صاير بغيابك؟ ليش حضرة جناب والشاب الحلو ما حكالك؟ كل شي قال لي انه شايفك عم تلعبي بالبينجو. أنا بينجو؟ انا قلت لك عم تلعب بالبينجو؟ لا انت ما قلت لي عم تلعب بالبينجو، وما قلت لي كمان انه كانت تلعب بالسبق. انا العب سبق؟ اعوذ بالله، يا ويلك من الله يا ظالمه. انا ما قلت هي عم تطلقني انا وياكي. انا بلعب بينجو سبق؟ اعوذ بالله يا حماتي، اعوذ بالله، انت مثل خط التوتر العالي. شو يعني؟ يعني سمعتك دائما بتشرقت. فكيني الله يخليكي. فكك رح فكك، بتعرف امتين؟ بعد ثلاث اشهر بدك تضل هيك على الكرسي. قلتك ايه؟ بفتكر انه من حقي اعرف شو القصة. ايه طبعا يا حدقه انت يلي بتفهمي عالطاير. قال بيقولوا طب الجرة عتمها بتطلع البنت الامة. مظبوط. خدي مني بالمية واحد بس تكون عينك مفتحة. حضرة جوزك يا فهيمة معرف على وحدة ووعدها بالزواج. أنا كيف عرفت؟ لأنه طلعت بنت الرجال يلي وعدني أنا بالزواج. شو؟ بصرة. تصبحوا على خير.